السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في موسم جديد، موسم مميز. هاي تصفير شباب، تصفيق بالله، موسم جديد، موسم مميز من لعبة ارك. عندنا سيرفر جديد اسمه ارك. كيف تصفر؟ دقيقة، وش نسميه؟ ارك برايمال فير، صح؟ لا، ارك سيرفايفل اسم اللعبة. ارك سيرفايفل برايمال، الكلمة صح، برايمال فير اللي هو مود جديد للعب، مو جديد هو بس جديد بالنسبة لنا، أول مرة نلعبه صراحة. المود هذا جدا صعب، واللي يخلي الموضوع أصعب راح نلعب مع أخواني هنا. هذول إخواني أول مرة يلعبون لعبة آرك. ما عليكم من أحمد عمر. طيب الشباب كيف الحال؟ ترى لعبت شوي يعني. إيه فهد لعبة. أول مرة ألعب الصراحة. خالد ومحمد أتوقع أول مرة، عمر وأحمد لعبوا. أول مرة شغل لعبة صراحة. وش اللي يمشي؟ معرقين. سلامات، مو للدرجة ذي يا أبوي. عموما شروط اللعبة كالآتي. نتنقل ننتشر من هنا. اوكي، كل واحد يسوي له بيت. كم تبغون الهدنه قبل الحرب؟ عطنا اسبوعين. الله، اسبوعين. شوف هي 3 ايام لكنها قابله للتمديد، تمام كذا؟ طيب حلو، تمام. لا، 3 ايام لكم انتم بينكم. يا عمي قابله للتمديد يا شباب، قابله للتم... ما عليكم اذا ما خلوه اسبوع احسن كذا. بسم الله، شدود ذي اللي تتسحب من هنا. ماذا؟ الزبدة، نشوف عاد نحدد. مو مشكلة. فأتوقع أننا جاهزين. أحد يبغى معلومات أو شروحات قبل ما نبدأ؟ بالتوفيق إن شاء الله. يلا مع السلامة. انتشروا يا شباب، انتشروا. تعال يلا يلا، على بركة الله ننطلق. يلا يلا، مع السلامة. والله لو تلحقني توكل على الله. بسم الله. يقلع أم الإزعاج يا عيال. إيش خلاص بحط ميوت والله. مع السلامة. بس لحظة يا جماعة الخير، قبل ما نبدأ حاب أشكر انفيديا لرعايتهم للفيديو هذا، وأرسلوا لي كرت الشاشة الجميل هذا. دقيقة، خلونا نجي هنا. عندنا يا جماعة الخير جي فورس RTX، أنا ما أدري وين الكاميرا ضيعتها. أيوة هنا، 3090، أحدث كرت من انفيديا موجود عندي. كان ودي أسوي لكم أمبوكسينج ووريكم داخل الصندوق، بس المشكلة أني مركب الكرت في الجهاز عندي من الحماس، ما قدرت أمسك نفسي. الجميل في الكرت هذا يا جماعة الخير أنه يدعم خاصيات جدا رهيبة، لكن راح أذكر لكم خاصيتين، أكثر خاصيتين شدتني أنا شخصيا. الخاصية الأولى وهي الخاصية المتعارف عليها، خاصية الري تريسينج أو الRT، أو بالعربي خلونا نقول تتبعوا الأشعة. هذه الخاصية تعطيك تجربة جدا رهيبة وواقعية في أغلب الألعاب. خلونا نشوف سايبر بنك على سبيل المثال. شايفين قد ايش الاشعه قاعد تعطي منظور افضل للعبه، وقاعد تعطي شكل افضل، وتحس ان التجربه واقعيه اكثر بمجرد ما انك تفعل الخيار هذا، لان الانعكاسات اللي ظاهره جدا طبيعيه وواقعيه لدرجه ما تتصورها. الميزه الثانيه اللي موجوده هي ميزه الدي ال اس اس. هذه الميزه راح ترفع الفريمات في اللعبه عندك، وراح تعطيك تجربه مرنه جدا، وراح تعطيك يعني راح تلغي التشتت والضوضاء اللي راح تشوفها في الجرافيكس حقك. يعني بالمعنى الحرفي راح تعيش تجربة للعبة ما قد عشتها من قبل، راح تعيش واقعية أكثر. وعشان تعيش التجربة الجميلة هذه والجودة والواقعية الرهيبة، لازم يكون عندك كرت شاشة من عائلة الثيرتي. فعموما إذا حابين تشوفون معلومات أكثر عن كروت الشاشة الرهيبة هذه، أو الرابط تحت في الوصف. خلونا نبدأ الفيديو. وبدينا يا جماعة الخير موسم جديد من لعبة آرك. لكل محبين آرك عدنا إليكم. الشباب ذول يا ورع، وش تبغى؟ انقل عني. اوه كارنو محمد، كارنو اشرد كارنو هناك شباب. والله اني لا اشرد هنا، في باكج هناك بروح اخذه. ليش علي؟ قاعد اضحك والله، قاعد اضحك. تكفى لا تجي علي. وين الطريق؟ وين الطريق؟ نقدر ننط كذا؟ اوكي، الكارنو هناك ناشب على ما ادري مين، ناشف مين. ابغى اروح هذا اللي يقعد يتفل. ابغى اروح الجهه ذي. كيف؟ تكفى يا كارنو لا تجيني. اتوقع اني مديد. يس 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 يس، والله ما تدرون قد ايش اشتقت للعبه. اتمنى اني اقدر افتح الباكج اولا، ثانيا اتمنى ان الباكج بيكون شيء يسوى. ما اقدر افتح الباكج. اوه تعالوا، عندي ليفلات انا. صح عندي ليفلات. طيب بنزيد هذه، نزيد استامينا شوي. يس 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 يس، نقدر نفتح الحين. عنب. المنطقه هذه جدا اكرهها، مرة أكرهها. بس مبدئيا يا جماعة لازم نسكن في مكان حاليا، نضبط فيه اللوت حقنا، ونخلي مستودع، ونخليه ملجأ لنا إذا متنا نقدر نرسبه مرة ثانية، عشان ما نكون مشردين نرسبهم في كل مكان. ويا ليتني أعرف أنط عشان ما أطيح زي كذا. طبعا اللي ما يعرف المود هذا، برايمال فير مليان مخلوقات جديدة ما قد شفناها في لعبة آرك ولا قد مرت علينا، فبتكون تجربة مرة رهيبة بالنسبة لي ولكم. اخترنا ماب راجناروك ليه؟ لأن أتوقع أنه أفضل ماب نقدر نجرب فيه مودات جديدة، وبرضه احس اننا عارفين الماب فنقدر ناخذ راحتنا وما نخاف من اي شيء. لكن تدري وش المصيبه؟
اني انحشرت المنطقه ذي كريهه الزبده، اذا طحت هنا خلاص ما عاد تقدر تطلع الا اذا رحت مقدمه الماب، واتوقع اني بروح المقدمه هناك. اوه والله اني انحشرت يا جماعه. الشيء الحلو اننا مركبين مود يخلينا او يخلي اغراضنا معنا. الله وش هذا؟ سانتياغوز سبير سكن، في سبير. اي صح، خلنا نشوف الاغراض الجديده. برايمال سبير easily made melee weapon that can also be thrown. اوه هذا يقول لك رمح مغمس بالناركوتيك، الناركوتيك الاشياء اللي تنوم. ليش؟ هذا من اهم الاشياء اللي نتعلمها صراحه. طيب خلونا نطلع نتعلم كام فاير من الاساسيات. نتعلم سرير. في ميوزك اشتغلت، يعني في كائن جاي علي. تدرون يا جماعه والله المنطقه ذي لا باس بها، احسها منطقه كويسه. ايش رايكم؟ هنا بالضبط هنا. خلونا نبدا يا عمي. دقيقه خلونا نتعلم اولا الاشياء الاساسيه نصنعها. طيب حاليا يا جماعه بما اننا خبره في اللعبه ما راح نبدا ب والله وش ذي الاشياء. نقدر نتعلمها ذي. يبغى لنا شيء اسمه CKFR فيليجر تيبل، يبغى لنا طاوله القروي. بس لا دامنا يعني خبره في اللعبه بنبدا خشب على طول. اتوقع ما عندنا نبدا خشب، فخلونا نبدا ثاتش لان ما عندنا الليفل المناسب اننا نبدا خشب. الله على البدايات البسيطة يا جماعة. شوفوا سرير متواضع وبيت مصنوع من القش متواضع جدا لناس متواضعين زي الله الدنيا تذكرون برادس ايش كنا نسوي. عموما سوينا البيت حقنا، اتوقع ان هذا استقرار مبدئي يعتبر. ما راح اصنع دروع لان ما ودي تتكسر صراحة، عندنا خشب كثير. فخلونا نرجع البيت نقط كل الخشب، ولا دقيقة خلونا نحاول نصنع الرمح هذا. ايش يبغى له؟ ناركوبيري وفل... اتوقع يمدينا. يبغى لنا سبير، خلونا نحاول نصنع سبير اولا بعدين على طول نحوله الى سبير عادي. يبغى لنا فايبر فقط. هم ايزي ايزي ايزي. ايش في ايش في في ميوزك اشتغلت ليش؟ ترى الميوزك ما تشتغل الا اذا في احد من الديناصورات ناوي عليك. خبره خبره في اللعبه، فصدقوني في احد ناوي علي. مين؟ اختفت الميوزك. اوكي شكل ما احد ناوي علي بس انا اتحمس زياده. طيب صنعنا الرمح اللي ينوم. تعمدت اني اخذ الرمح هذا ليش؟ عشان نجربه اولا، ثانيا نشوف. ما كنت احتاج اني اصنع اصلا الرمح ذاك. تدرون الشيء اللي خايف منه؟ اني للحين ما ادري كم ليفلات الديناصورات اللي بيواجهونا. ما عندنا سباي جلاس نعرف وين الكريستل، فغالبا راح نروح في رحله ندور كريستل عشان نصنع ال يسمونه ذا هذا الشيء. خلونا نزود الهيلث عشان نصنع سباي جلاس. زود الهيلث اولا، ثانيا زودت كل شيء، كنت بزود اشياء ثانيه. لا ايش ذا؟ بيذبحك ذا يقول. لا حبيبي ايش ابغى اذبح نفسي ليش؟ فود بوشن ذس فود ريستور. حلوه ذي البوشن، الاشياء محاليل كذا تشربها تضبطك. هذه اتوقع حقت مباني بس ما نبغاها حاليا، نبغى نشوف ايش الاشياء الجديده في اللعب في المود هذا اللي اخذناه. اوخ شوف الاشياء. تيم هيلبر reduces food faster. هذا مره رهيب، يبغى لنا اياه الزبده. يبغى لنا برايمال سميثي. خلنا نشوف سميثي اصلا وش اللي موجود. اي والله هذه هي، يبغى لنا كريستال وحديد. ايزي 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 ايزي. خلونا الحين نروح نستكشف، نعطيه استكشاف سريع معنا الاغراض اللي نحتاجها. اركض ايش في علق اللاعب. نقول بسم الله حافظين مكان بيتنا ما عليه. نحاول نطالع يمين يسار وبغيت اطيح بس سوري مان. يبغى لنا اكل، خلونا ناكلنا شيء كذا سريع. انا بس ابغى بتردو. ليتني صنعت بولا. اتوقع اني اقدر صح؟ وش تحتاجي؟ اتوقع اني اقدر اصنعها. يبغى لنا هايد. لا والله ما يمديني، يبغى لنا نذبح كائن. بتردون يا عيال بتردون، تشوفونه؟ يا ليت عندي بولا. لا تشرد، لا اهبط اهبط تكفى. الله لا اهبط، اقدر ارميه صح؟ لا ارقد ارقد. كم ليفلك؟ كم ليفل يا عيال؟ والله ما انتبهت. لا يا اخي. تشوفون هذاك الكهربائي؟ في دودو، الدودو يعطينا هايت. خلونا نروح نذبح الدودو. حبيبي سلام. والله ليفل 200 يا عيال. تكفى موت. تكفى موت. ما بخبط بالرمح عشان ما ينكسر على الفاضي. والله شوفوا يا جماعه، بنخبط بالرمح. انكسر الرمح. لا كنسل، ما نبغى نخبط بالرمح. يس. اول ضحيه لنا، سجل يا تاريخ. في قبر هنا حق واحد من الشباب. واحد الله يرحمه، خلينا نشوف منو اللي توفى هنا. منو ذا؟ احمد نفسه. الليل جاء.
اوه اوكي يمدينا كم نصنع ثنتين. طيب ودي ازيد الميلي دمج لانه ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني دمج اكثر. خلونا نصنع ذا، نصنع واحد بس نقدر. اوكي خلونا نصنع الرمح ذا الحين. اوه في طيور هناك تشوفون؟ لا هذاك مو بطير، كنسل مو بطيور ذولي. ودي اروض الالي ذا يا اخي بس ما ادري، ما يسوى صراحة. هو هذا اسمه ايش؟ باراسورو اي تشوفون السدل حقه؟ والله يمدينا نصنعه، يبغى له 80 هايد. والله شوفوا اتوقع انها ذس از ات يعني. ايش ذا اللي يطلع غبار وراه؟ وش الدود الكبير ذا؟ من متى في دود بالحجم ذا يا عيال؟ هذا وش اللي يطلع غبار؟ انت ايش؟ ارنب خلاص. سمعتوا صوته؟ الو ايش في صوتك كذا عملاق وانت صغير؟ تسمعون اللي اسمعه؟ شكله تو مولود ذا. يا اخي موت لا تخسرني سهم على الفاضي، تكفى. ليفلك 100 ترى وتراك بزر. موت مات الحمد لله. اوه رقد، وش ياكل هو؟ بسم الله منو ذا؟ خالد. الدود يلحقونك، اشرد الدود يلحقونك، اشرد وخرهم عني. اوه جو علي انا ليه؟ انقرع انا الارنب حقي. اوه ما يدمج واجد تصدقون، اتوقع نقدر عليه. تعال 170 ليفل والله. نكسر الرمح الاول، اتوقع ذس ازت يا عيال، اتوقع ان الحين المفروض ان ننحاش لازم. الله ياخذك هذا الدود الكري، ايش تبغى؟ انقلع انقلع، فيني شيء معلق هنا ما ادري وشو. كل 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 بالعافيه عليك، انا اكل انا بعد شوي. بيقوم الله قاعد ياكل. اما اول مخلوق الروضة ذا الكنغر الصغير ما ادري ارنب ما ادري وشو. اوه في دمج هناك، اوه في جلد هناك، شو السالفه؟ اوه شكل خالد يتجالد مع مع الدود، وخل نروح نساعده يا. ذبح مسكين. شرد شرد الورع شرد، تدرون ليش شرد؟ لانه باقي شوي يموت. اتوقع ان هذه فرصتنا، نحتاج صراحة لحم وهايد والاشياء ذي. رقد الدود وش ياكل؟ ياكل عنب والاشياء ذي صح؟ امسك امسك. الله هذا كل ما املك. والله بيقوم يا عيال. بيقوم. والله العظيم ما ادري ايش هو ذا. باني ارنب. من اللي قال؟ اوه لا يشوفنا النورس ذاك. انحش انحش انحش، الحقني الحقني. تعال تعال تعال، بيجي يشوفنا الطاووس ذاك ما ادري شو اسمه النورس. فكنا منه. والله انك صوتك اعلى منك. اقدر اخلي الحين يلحقني صح؟ اي والله. طيب اصبروا خلونا نشوف اذا له سدل. لا والله ما له سدل، شو الفائده منك؟ اه شلته. السلام. اوكي خلوه يبقى معلق هنا، خلينا نروح نشوف الدودو حقنا، شوف اشكالنا كيف. والله رهيبين صراحه. اوه ياكل لحم الدودو ذا يا عيال. اوكي خلونا نعطيه ذا اللحم. كيف؟ يا ذا ما يبغى يقوم. لا لحم ولا شو اسمه ذا؟ ولا عنب. فشكلنا بنخليه كذا. متى ما مرينا من هنا نشوف شو وضعه. عموما يبغى لنا الحين ندور بيترودون. بيترودون من وسائل التنقل المهمة جدا في اللعبة دي. فأهم شيء نسويه اننا نروض بيترودون. في الحالة ذي والله ما يهمني الليفل صراحة. قد ما يهمني يا كثر الأرانب ذولي، وليش تطلع صوت زلزال؟ ايش رايكم نروض سلحفاه؟ والله ترى السلاحف اقوياء، ليفل 100 اقوياء وبطيئين ما تسوى علينا، بس انهم يعني اقوياء يحمونك يعني. ما عليه ما عليه، عندنا ارنوبي. الله برونتو، هم روض برونتو. الزمن والله ما اقدر اروضه في البدايه ذي، ما مستحيل. اشوف اشوف بتر... الله بترودون لونه بنفسجي ما ادري وردي يا عمري الالوان. اوه يا عيال في رابتر تحت، تشوفون؟ شوفوا اللي اشوفه بيترودون هنا، ليش عيونه كذا تنور؟ وقف. الله ليه ليه شرد ليه شرد؟ الو لحظه البوله ما تمسك شباب ليه؟ اقول نخربها نخربها نروح على الرابتر على طول. اي يا الحبيب ذا مو براتر ذا اللي You were killed by a buffoon nameless. Who is this? من
منه ذا؟ أرنوبي تكفون ما مات. أرنوبي آه أرنوبي مات يا عيال. آه ليش في ميوزك عالي؟ لحظة لحظة أطلع. إيش في؟ أطلع. ما في أحد الزبدة. بس مشغلين ميوزك تخوف ليش؟ طفح الكيل يا جماعة. بنصنع بو. بنصنع بو. البو التنويم حقه أفضل. بنصنع الأرو العادي. هذا وشو؟ أوه هذا نبذة. بوتنت ناركوتيك يبغالنا. هذا نبي ذا نبي ذا معلش كل شيء تحمس لأن هذا أفضل. يبغالنا توكسيك. من وين نجيب التوكسيك؟ هذا. أوه يبغالنا دم مسمم. من وين نجيب دم مسمم يا الحبيب؟ وهذا يبغاله. هذه متوفرة تصدقون؟ هذه متوفرة. يبغالنا ذي ناركو. إيزي 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 إيزي. يا الأرنوبي مات والله. قاسم بالله غبنا. مات أول كائن روض في اللعبة مات. طبعا روضنا بالغلط ما كنا نبيه بس يعني. اوه هذيك منطقة خطيرة جدا جدا خطيرة. ما انصح ان نروح لها. ليش؟ فيها رابتر وفيها بوم خالب هناك وفيها ذا الكريل اللي يسرق منها الاشياء. هذا ودي اذبح اول واحد بس ما اتوقع اني اقدر. يس يس يا الهطف. كم ليفلك؟ 180. حسبي الله عليك. ليش كذا تكون قوي؟ ما عندنا. قاعد اصنع بولة ثانية. يمديني 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 اصنع. اوكي بعدين صكه. من ذا اللي جاء؟ من ذا؟ فزعه 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 فزعه. يلا يلا رقد رقد. خلاص خلاص رقد خلاص خلاص رقد. اوكي يلا يلا شكرا. ايش تبي؟ واخر بس ما في نص بنص. واخر هناك يا ورع. لا يموت الحين. اسمع اسمع تعال دقيقه دقيقه. هات لحم هات لحم هات لحم هات لحم. اه لحم 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 لحم. شايفني يا ابوي ترى طفران زيك. والله ما عندي بسرعه. لا يقوم ما عندي بسرعه. لا يقوم. يلا يلا بعطيك نص اللي عندي هذه. كفو. اسمع رجعها بعدين. كم ذي؟ 24. خلاص سجل سجل خلاص سجل سجل. لا الحين هي ثمينه بس بعدين نشوف اشياء ثمينه وناخذ. لا يا ابوي توكل الله بس. الزبده اسمع نصيحه لا تروح الجهه ذيك. بغيت اروح لقيت ابو مخالب. ابو مخالب. لا ابو مخالب انت في قرد مهرج. لا لا تروح زبده. الله يستر عليكم والله. الله يستر عليكم والله. بتشوف حريق من بعيد. يلا يلا سلام. يلا يلا هلا. يلا يلا هلا. ما ادري ليش قاعد اسمع صوتي مرتين بس عموما سدحنا اول رابتر لنا يا جماعه. هذا بيكون الترويض الصحيح. خلونا نشوف الحين السد الحقي اذا نقدر نصنعه. راب تور. انواع حقنا وشو ذا؟ اي واحد رابتر العادي. اوه في انواع عجل. دقيقه بناخذ ذا. الله وش ذا؟ والله يستدعي رابتر. والله يبغى له دم ملوث. طيب الرابتر السد حق الرابتر نقدر نصنعه بس ما عندنا الموارد. نقدر نجيبها يعني عادي. شوفوا مثلا لو نضغط عليه يقول لك يبغى لنا هايت. الهايت تجيبه من تذبيح المخلوقات. ابو مخالب جاي يا اخي. انقلع لا تجي. قم 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 انت قم قم انا بشرد. وفي هذه الغابه السعيده هناك كائنات متوحشه في الجهه المقابله. وانا والله زابن في العشبه ذي انتظر الرابتر حقي يقوم. ما ابغى احد يشوفني صراحه. ها قمت؟ باقي باقي ما قام. ارجع ارجع ارجع. ازبن اصبر اصبر خلونا نتاكد. قام ولا الله قام يا عمري. حيوا حيوا الرابتر حقنا يا شباب. حيوا اول مخلوق روضه. خلينا نشوف كيف امورك كيف الستات حقته. 1600 ليتس جو. والله جيد. خلونا نخليه اصبر. اتاك ماي تارجت. اي احد يهجم علي اجلدهم على طول. ضروري نصنع سد. فخلونا نقول له تعال الحقنا ونروح نتحرش بعض المخلوقات. المفروض انه يكون قوي الحين. خلونا نشوف. اصبر اصبر. اقدر الفله؟ ما اقدر الفله بس بنخليه يهجم على المخلوقات عشان ناخذ الهايد منهم ونصنع لنا سد للرابتور ونصير احنا نتحكم فيه ونجلد. تعال تعال اهجم اهجم على ذا. لا لا لا. سرق مني شيء. لا لا ربتوري لا يهجم علي ذا. ربتوري هجوم. اوه الحين ذا ترى بيقعد يطفشنا كذا يسرق منا اشياء. رابطه رابطه. تعال تعال خلينا بنسحب عليه. تعال تعال تعال. امش امش جاء. ايوه بالله ابغاك تهجم على ذا. اهجم على هذا. هجوم 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 ساحق حبيبي. اي 48. اوه من اللي دمج 61؟ لا تقولي ذا يدمج 61 للدودو. اوه ذولي ذولي جو. انقلع انقلعوا. ذولي يسرقون منا اشياء. لا يا اخي لا. سرق مني حبوب. حبوب الزراعه. الله ياخذك. الرابتر تعال تعال. انا قلت كنسل هجوم. دقيقه بفزعلك بفزعلك. اوه لا لا ليتني ما فزعت. ليتني ما فزعت. طحت
اوه شال ذا اوه رابتر رابتر خلاص خلاص كنسل كنسل تعال 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 الحق الحق والله شالوا الدود وقطوه من فوق لا يا الرابتر تعال كنسل تعال تعال يا اخي انقلع الله ياخذك يا كلب الله يا الله ياكل جعله مغص ان شاء الله رابتر تعال وين الرابتر رجع هناك نسيت كيف اقول له لا تهاجم خلاص اصبر ايوه كذا باسف باسف تعال حق الحقنا يا العصفور ذا باقي الحقنا العصفور اللعين باقي الحقنا لا خلاص كنسل كنسل طيب اصبر اصبر كيف كيف ليفل كنتي 30 هجوم هجوم رابتوري هجوم هجوم اي بفزعك 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 شكلي ضربتك بالغلط العصفور جاء يا عمري يا عمري عليك وحش خلاص خلاص ماتت شوف الدود الكري اللي رقدناه ولا واحد باقي ما مات ما قام للحين اهجم عليه بالله ادعس ادعسه ادعس ذا يا الحبيب هنا هنا اذا تبغى تساعدني يعني ما عندي مشكله تفضل ليش ما يبغى يضارب ها اضرب ذا يعني اني الكرامه ما يقتل احد منسدح طيب بالله لا تعبت نفسك وش ذي الاشياء الله 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 لقيت اشياء في بطن الدود الدود اذا ذبحنا دقيقه اجل ذا عنده شيء لا والله ما عنده شيء لا 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 رقد يا عمري ايش فيه ترى بخل كم ليفلك لا 270 الله يستر عليك الله يستر عليك طيب سدحنا البيت ردوه حلوين 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 خلونا الحين نعطيه لحم بالعافيه نقدر الحين نصنع السدل حق الرابتر لا والله باقي اوه يبغى لنا هايد واجد ايش تبغى انت رابتوري رابتوري فزعه رابتوري هنا هنا تعال جل جل اي اي الله ياخذ ذا العصفور اللعين يا وحش يا وحش يا بطل وين الهايد اوه عندنا هايد نوع غريب وش ذا الهايد اجلد السلحفاه ذي رابتوري لا لا سلحفاه اوه جلدت الدود بالغلط صح الله سرقوا الرمح يا عيال سرق الرمح حقي يقلع ام الحاله يا عيال ذول يرفعون الضغط ما عندي رمح اوه شوف الليفلات حقتي دقيقه والله اللي اعطيه هيلث 400 عرفت اوكي وعطنا دايم الليفلات دايم تعال تعال رابتوري تعال هذا الكلب اللي فوق يبغى له جلد كيف السدلات عندك الحين والله شوف انت عندك دمج انا نعطيك شويه دمج اوه بتموت صدق اوه بيموت يا عيال بقينا أربعة سدلات بس كم ليفل كنت؟ لا رابتوري جلد ايه تكفى لا تموت أهم شيء الله يرحم والديك والله شكلي بيموت شكلي بيموت لا لا ما أبغى يموت ما أبغى يموت تعال 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 تكفى أنا دخيلك تعال أتوقع يا الربع أن جمعنا الهايد الكفاية يا عمري يس يس الحين بس نركب السدل والنحشة من هنا بسرعة 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 أصلا يس لا لا ما ركب لا لا اوه لا لا اوه ذبحه اوه لس جو دقيقه ليش السدل ما يركب لحظه لحظه حبيبي لحظه السدل ليه ما يركب يركب الله اخيرا اول كائن لنا يا جماعه الخير يا عمري يا انت مسوي ارنب قوي ها يا ارنب قوي نطف تعال تعال كيف اسوي الحركه دي ايه بس ترى بنموت شوف الهيلث حقنا رايح فيه يا جماعه اوه ذا مطول يا عيال اوهو والله يا لقيت دروع ذبحت السلحفاه هنا لقيت دروع اصبر اقدر البسها صح ما يحتاج او عمري وش عمري ذي ماما ما ادري والله وش بس الله شوف الدروع جاهله شكلي الخايس يا جماعه بس والله دروع حديد وقويه بعد شوف كم صار الدروع حقتي 590 لس جو والله دروع مره كويسه والرابتر حقنا قاعدين نطور اتوقع اني بطور الدمج عشان يذبح اسرع في نفس الوقت اللاعب حقي ما ادري والله وش يطور فيه خلونا نجمعها الحين خلونا نرجع البترودون حقي الشمس عمتنا ذي والله اني بطيء اوه لاني مليان اغراض اوه توني ادري البترودون قام هلا والله بالزين تدرون شو المشكله انه ما عندنا سدل لحظه اقدر اصنع سدل تعلمت السدل حقه بس ما اتوقع اني اقدر وين اصلا هذا هو يبغالنا اوه يبغالنا كراتين وهايت اوه يبغالنا نذبح سلاحف طيب اصبر اصبر وقف انت وقف لا تحرك لا وقف كذا وقف اذا احد هجم عليك صفقه ولا تدرون لا 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 تسوي ولا شيء الحين صرت سريع والله قطيت غرز صرت سريع هذا كم ليفل كيف اعرف الحين 130
نقدر عليه؟ والله ما أدري. والله ما أقدر أشوف بيضة وأخليها صراحة يعني. إيش يبغى ذا من بعيد؟ بسرعة أذبح أنت. أوه لف على أخوينا. تقدر تقدر عليه من رالتر صح؟ كفو جلد الأولى. بفزع لك بفزع لك. أوه ما جلد الأولى باقي. أوه أنا ما أموت أنا صح نسيت إن عندي دروع جامدة. كفو يا الرابتر. الرابتر ركز على كائن. ربتوري حبيبي. شوف صح انك قوي بس خاف تموت تكفى لا تموت. والله والله النطه. اوه ذبح السلحفاه. لا ذبح الدودو. الف دودو ذا اللي تو. خلنا نفزع السلحفاه. نفزع للراتر قصدي اللي شفزع السلحفاه. يا عمري يا وحش يا وحش. قاسم مكافاتك لحمه. اوه شاتجن ورمح. يا قاعد تجينا اشياء والله جامده. كيف الهايد طيب؟ ما اتوقع ان يمدينا في الهايد والاشياء ذي، بس الحلو في الموضوع اننا نقدر نزود الدمج حق الحين، نعطيه كل اللحم، نرمي الحجاره والاشياء الخياس ذي. اتوقع يا الربع اننا جاهزين نصنع السدل. حلوين حلوين حلوين، بس تدرون ايش المشكله؟ في سولز صح؟ في سولز، بس يبغالنا كريستل. ابغى احط الرابتر في السولز عشان لان بيتنا تعرفون يعني موقع ما شاء الله. ولا تدرون خلوا ذا يلحقنا، حقنا انت يا خوي. لا لا وخر من قدامي يا كري. وصلنا البيت الحمد لله على السلامة. وقف التتبع حقهم. وقف انت التتبع حقك. لا الحقني انا بعدين نوقف بعدين اهبط. كيف نقول له اهبط؟ نسيت. اوه هو بيهبط الحالة. بعدين تعال هنا وركب السدل واخيرا بنقدر نمشي على الماب. بس قبل ما نمشي على الماب خلونا نجي هنا ونحط كل اغراضنا اللي ما نحتاجها لان عندنا اغراض ثمينة والله مرة ثمينة. نحطها هنا يا جماعة. حلو قطينا كل شيء. لحظة في سكن. في سكن للرابتر. ابغى اشوف شكله كيف. اوكس وش ذا؟ صار كأنه كرتوني. داي والله رهيب. والله مرة رهيب. طيب خلونا نقول للرابتر إذا أحد هجم عليك دافع عن نفسك. وإذا واحد تحرش في البيت حقنا عاد لا أوصيك. الحين أبغى أقفل الباب كيف؟ أتوقع أنه هو الحالة كذا. طيب نشوف أخوينا يقدر يشيلنا؟ يقدر يشيلنا. حلو 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 حلو. اهم شيء في البترودونز ذولي الاستامينا. انا رايح هنا ليه؟ ابغى كريستل. كريستل بيش نكسره؟ اتوقع بالاكس فيبغانا نرجع نصنع اكس. تدرون للحين اتوقع اني ما شفت ديناصور مختلف. الدودو عيونهم حمر ومدري ايش. اوكي في رابتر هنا وديناصورات يتجالدون. بحاول اني ما اكون قريب منهم مره يعني. لا تقطني برا الحجر. اوكي ما قطني برا الحجر. حلوين. خلونا نجمع الكريستل. ليش ابغى كريستل؟ حلو جمعنا. عشان ابغى اوسم سباي جلاس. يس يبغى له اثنين كريستال فايبر. اوكي ايزي ايزي. اوه 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 كيف السالفه؟ نقدر نصنع؟ ما نقدر نصنع بولا. ما عندي ولا غرض. ممكن تنزل تكفى. خوي خوي بليز مان. كم لفلك انت يا رابتر؟ 180. انت شوف 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 اسمع بيتردون. انا بركض هناك وانت تعال افزع لي على طول. اوكي بسم الله. واحد اثنين ثلاث. اركب اركب لا تاخذ حجر. اركب بينط علي. لا لا اوه كذا الناس المحترفين. طيب جمعنا كريستل. كم حبه؟ بس اتوقع ان اوسم سوي جلاس يبغى حبتين اصلا. بس يب يبغى أوس يبغى هايد وود موجود عندنا في البيت. حلوين مشينا البيت يا حبيبي مشينا. الله شفتم اللي شفته؟ جنب بيتي هذا اللي ما حسبنا حسابه يا جماعة. عرفتوه شو اسمه ذاك؟ مانتيكور أتوقع أن اسمه مانتيكور. أوه شوفوه يطير فوق. والله لو شافني ذا يمسح بيتي. وأنا أقول إيش في الميوزك تشتغل كل شوي كل ما أقرب من بيتي. مشان الليل بعد اكتمل الرعب اكتمل ما عاد نشوف ولا شيء. اوكي صنعنا الاوسم سباي جلاس بس والله اني ما اشوف ولا شيء يا جماعه. ممكن توخر انت شوي. اي والله شوفوا ليفل 50 هيلث 220000. تكفى انك ما تشوفني تكفى. انا دخيلك يقلع شكله. وش ذاك اللي هناك بعد يطير؟ دقيقه هذاك وش هو؟ ما ادري في شيء كان يطير هناك. طيب ما ليش طلعت في الليل انا؟ شوف في كائنات هنا غريبة بعد. اوه هذا ايه؟
اقلع شكله خرشني. وش هو ذا؟ في كائن برق هنا يا جماعه، في كائن يرمي برق هنا. والله العظيم اني انخرشت. والله هو ذا شو اسمه سيليسيستيل ثريزوروري، مليون و200 الف الهيلث حقه. اوكي انا استاذن فرحان بالبيتردون حقي، رايح اخذ الباكج ذا ترى واجمع شويه حديد وبرجع البيت. واو واو يا الباكج الخايس، الله خايس. اتوقع اننا جمعنا حديد كفايه، 161 يا عمري. ليتس جو. احسن شيء ان اعدادات السيرفر هذه تخلينا نجمع اشياء اكثر، يعني الضربه الواحده ما تعطيك مثلا 5 تعطيك 10. هذا شيء اتوقع انه راح يفيدنا مستقبلا ان شاء الله. اتمنى ان المانتكور اللي كان هنا راح ما عاد يقرب، ولا بتفاهم معه بعدين تفاهم ثاني. لا والله انه بيجلدني جلد مو طبيعي. خلونا الحين نصنع لنا الفرن. اقدر اصنعه كذا ولا لازم سميثي؟ شو اسمه فورج؟ لا دقيقة، في برايمال فورج. وش الفرق؟ هذا تشوفونه؟ هذا يحرق اسرع، بس يبغى لنا اوبسيديوم 150. اعرف مكان اوبسيديوم، مشينا. حلوين حلوين، باقي احسن شيء في الماب ذا انه حافظين كل شيء يا جماعة. نبغى اوبسيديوم نعرف مكان. كنت بسوي هذاك الفرن الثاني بس انه يتطلب سميثي، البرايمال سميثي. البرايمال سميثي تتطلب حديد، ما عندي حديد فاضطريت اسوي الفرن ذا، بنحرق حديد نصنع سميثي بعدين نصنع الفرن الجديد. هم بالنسبه للترتيب والله ما يفرق معي صراحه، لان البيت هذا بيكون مؤقت، لا راح ننقل منه ان شاء الله بعدين. بس خلونا نحط هذا. الله شوف السميثي كيف شكلها جامده والله، فيها منظار وحركات. ايش نقدر نصنع؟ نقدر ارمر دروع. والله الف دايم دروع. ايش تتطلب ذي؟ بروكن بيس اوف سيليستيل اكويبمنت. اوه يبغى لنا ومثل حديد كوربشن. والله نصنع فساد. وين يا بوي؟ دايم شوف شكله والله رهيب. اصبر اوه طفطف ذا ازعاج على الفاضي. خلونا نشوف الحديد الحين كم يتطلب وقت عشان يحترق. عطنا العشب اللي هنا نشوف كيف بياخذ وقت ولا لا. اوكي ما يطول صراحه، ما يطول وهذا شيء كويس. خلونا ناخذ لفه سريعه يا جماعه على المنطقه. الى الحين ما شفت مخلوقات غريبه زي ما قلت لكم، بس هذاك الناري مو البتردون شو اسمه ذاك ابو مخالب. يا رجل الشمس تعمي. اصبر في شيء اتوقع نطفيه. اوكي اتوقع اني ضبطت. المهم نروح عند البرق نتجالد معه نشوف نقدر عليه، يمكن نقدر عليه. لا طبعا اخسي بس. او شوف كم انا ادمجه مثلا لو اضربه او شيء، او هو كم يدمجني. شوفونه تحت. مشكلة خايف على البتردون حقي. والله اني خايف يا جماعة خايف. لا لا بنسحب عليه. ما عندي شيء يرمي من بعيد فعشان كذا بنقول سي ليلة هومي. اقلع شكلك. الله يا بوي وش الله 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 الصوت هذا مين؟ اوه في واحد يرمي قنابل هناك تشوفونه؟ انت ايش؟ بوفون فيروكس. تصدقون يمكن مقدور عليه ذا. اقلع شكله شوف الفيروكس ذا وشو ذا؟ قاعد يرمي العصافير معه مدفع في ظهر البزر قاعد يطلق عليه صح؟ اوكي نهاية غير متوقعة يا جماعة، لكن راح ننهي الفيديو هنا. اتمنى ان الفيديو عجبكم، اتمنى انكم متحمسين للموسم هذا من برايمال فير من لعبة ارك. لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس التنبيهات. السلام عليكم.